بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم جميعا مع القرآن، وأن يوفقنا جميعا لتطبيقه والعمل به ونشره في العالم. نتكلم هذه الليلة حول موضوع، وهو موضوع مستقبل العراق، ثم أخيرا أيضا نرجع إلى القرآن بإذن الله سبحانه. أحد علماء لبنان ويسمى بالسيد عبد الحسين شرف الدين، ولعل كثير منكم وأنتم طلاب علوم دينية أو طلاب مدارس سمعتم باسمه، ولعل كثيرا منكم قرأتم كتبه. الحكومة العثمانية منذ 400 سنة كان ضاغطا على شيعة لبنان. شيعة لبنان كانوا تحت ضغط ملوك العثمانيين، ولذا لم يكونوا يتجرؤون من وضع التربة أمامهم للصلاة، ولم يكونوا يتجرؤون من إظهار شعائرهم كأذان الشيعة، كصلاة الشيعة، كعقد الشيعة، كطلاق الشيعة، مع أنهم كانوا شبه أقلية، والحكومات الغربية كانوا مع السنة هناك، يعني كانت حقوق الشيعة مهضومة ومقدورة. السيد عبد الحسين شرف الدين الله يرحمه على علمه الواسع وشجاعته الفائقة قام مع جماعة من صحبه للتأكيد على ضرورة إرجاع حقوق الشيعة، حتى أن علماء لبنان بأنفسهم نقلوا لي ونحن في العراق قالوا: كنا إذا نريد الصلاة في لبنان نختفي عن أنظار السنة، لأنه إذا كنا نصلي أمامهم كانوا السنة يقولون إنهم يعبدون القرميدة. القرميدة في الإصطلاح اللبناني يعني الحجر، يعني التربة. السيد عبد الحسين شرف الدين أصر على إرجاع حقوق الشيعة، وأن يكون للشيعة نسبة في الحكم وفي سائر شؤون الدولة. في هذا السبيل اضطهد السيد شرف الدين وأرادوا قتله، وهرب إلى مصر وأحرقوا بيته وأحرقوا مكتبته، وأحرقت فيها كتب نفيسة له، لكنه أصر وأصر حتى تمكن من أن ينتزع حقوق الشيعة كما هم وبالنسبة التي هم بتلك النسبة. الآن وأنا أسمع إلى إذاعة لبنان في فصل من فصول الأذان يؤذنون أذان الشيعة، وهناك أحزاب شيعية، وهناك مجلس أعلى للشيعة، وهناك في الدولة بنسبة الشيعة وزراء، قضاة، أوقاف، موظفين، محافظين وما إلى ذلك، ببركة تلك الشجاعة الفائقة. هذه قصة ما قبل 60 سنة تقريبا. قصة ثانية ما هذه السنوات، الأفغانيين هم أكثرية سنة وأقلية شيعة. أفغان فيها 1.2 مليون إنسان، ثلثهم شيعة
يعني 7 ملايين، وسبعان سنة، ويحكم أفغان منذ 400 سنة حكام سنة، ولا حق للشيعة إطلاقا، وإنما كان الحكم سنيا في كل الجوانب. لما جاهدوا أخذ علماؤهم، يعني علماء أفغان والمجاهدون، يصرون على أن ثلث، ويجب أن يكون لنا في الحكم ثلثا أيضا، يعني أنه من الوزارات ومن المحافظين ومن الإذاعات والتلفزيونات ومن وظائف الدولة وما أشبه الثلث للشيعة. وبالفعل وصلوا، يعني الآن منذ استقلال أفغان واستقلالهم ما يقارب 3 سنوات، حيث خرجوا عن نير الروس، الآن ثلث للشيعة. بعض إذاعاتهم في البلدان الشيعية يؤذن أذان الشيعة، وعلماؤهم علماء الشيعة، قضاتهم قضاة الشيعة، جماعة من وزرائهم وزراء الشيعة، حتى أن قسما منهم كانوا يحضرون درسي هنا، الآن هم وزراء هناك ومعممون أيضا هؤلاء الوزراء. فببركة صمودهم، يعني صمود الشيعة في أفغانستان، حصلوا على ما يقارب الثلث وهم أحرار في بلادهم. هذه مقدمة. أما ذو المقدمة العراق، أكثريتها شيعة، نجف، كربلاء، حلة، بصرة، ديوانية، عمارة، مشخاب، شنافية، أفق، وأخذوا أكثرية المدن العراقية مدن شيعية، وحتى بغداد أغلبية أهلها شيعة، الثورة، الشعلة، الهادي، البياع، بغداد الجديدة، قناة الجيش، ولعل بالمئة من بغداد 90 شيعة، وإنما ممكن 10 سنة. وكذلك أكثرية الجيش شيعة في العراق، أكثرية المثقفين شيعة، أكثرية التجار شيعة، مراجع التقليد في النجف وفي كربلاء شيعة، مقابر الأئمة الطاهرين وهي مزارات لملايين من الشيعة في العالم، وقسم منكم رأيتم النجف وكربلاء وكاظمية وسامراء، والسيل من الزوار يتوجهون إلى العراق شيعة، من أفغان، من هند، من باكستان، من الخليج، من سوريا ولبنان، من إفريقيا وغيرها. وكثير منكم رأيتم هذا الشيء رؤية العين. بالمئة أحد رجال الحكم في عهد عبد السلام عارف، وهو مدير النفوس العام، قال لنا أنا المتكلم وبعض أصدقائنا معنا، قال أن في العراق 80% شيعة، 15% سنة، 5% سائر الطوائف، يعني اليهود، يعني المسيحيين، يعني عباد الشيطان وما أشبه ذلك. 80% يحكمها 15%. هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لا شرعا وفقها ولا دنيا وديمقراطية. الشريعة الإسلامية يقول كما في القرآن الحكيم: أمرهم شورى بينهم. شورى يعني شنو؟ يعني أكثرية. وبالنسبة للديمقراطية، الديمقراطيون يقولون حكم الأكثرية، يجب أن يكون الحكم في العراق شيعيا، ويعطى حقوق السنة كاملة، يعني هيت، يعني تكريت، يعني عانة، يعني جبة، يعني كبيس،
هذه المدن السنية لهم سنتهم، أما الشيعة فالإذاعة لازم شيعية، يعني في الأذان بعد محمد رسول الله ماذا يقول؟ يجب أن يقول علي ولي الله. تلفزيون، تاريخ المدارس، الأوقاف، الوزراء، رئيس الجمهور، الموظفون، السفراء، يجب أن يكون في العراق 80% من هؤلاء الشيعة، وهذا حكم ديمقراطي على اصطلاح اليوم ويقبله كل العالم، لأن العالم اليوم متجه إلى الديمقراطية. وفي الإسلام أمرهم شورى بينهم، يعني الأكثرية. فإذا كان السيد عبد الحسين شرف الدين قبل 70 سنة جعل من لبنان حرية للشيعة، وجعل من لبنان قضاة، وزراء، أحزاب شيعة، وإذا كان الأفغانيون قبل 3 سنوات وهم أقلية، يعني الثلث، جعلوا لأنفسهم ثلث الحكم إذاعة وتلفزيونا وقضاة وتاريخ وما أشبه ذلك، فأحرى أن نجعل نحن العراقيين في العراق في الحكم المستقبل أكثرية شيعية لهم الحكم، ولا يهان حقوق السنة أيضا. السنة والشيعة أخوان في الإسلام، لكن ليس معنى أن هذا أخ هذا أن يأكل هذا حق الأخ الآخر. للأخ حقه وللأخ حقه. الأخ الأكبر وهم الشيعة في العراق لازم يكون لهم حقهم وأكثرية الحكم لهم، بينما الأخ الثاني الأقلية وهم السنة أيضا حقهم لهم. وهذا لا يسمى طائفية، وإن الطائفية معناها أن تأكل حق الآخرين، مو أن تطلب حقك. والشريعة الإسلامية يقول للإنسان طالب حقك، ففي حديث لا يتوى، يعني لا يهلك، لا يتوى حق امرئ مسلم. نحن يجب علينا أن في المستقبل القريب بإذن الله، إذا ذهب صدام وجماعته البعثيين، نطالب بالحكم الشيعي، أن يكون كل مرافق الحكم شيعيا وبلدا شيعيا وحقا شيعيا، وإنما للسنة بمقدار حقوقهم. من الممكن أن تقولوا نحن قلة، ماذا نصنع؟ أنتم مقلة، لعل أنتم 1000 إنسان الآن هنا، كل إنسان يقول هذا ل1000 إنسان، يعني أجواء عامة، تبليغ، دعاية. قولوا للرجل، قولوا للمرأة، قولوا للكبير، قولوا للصغير، قولوا للعراقي، قولوا لغير العراقي. اللسان مهم جدا وجدا. القرآن الحكيم أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم أهل القرآن اقرأ، اقرأ يعني لسان. في القرآن الحكيم ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وحتى في أول الكتاب المقدس عند المسيحيين واليهود، أول هذا الكتاب هذه العبارة: في البدء كانت الكلمة، يعني كلام لها قيمتها. ثم أن السنة في العراق الذين وصلوا إلى الحكم كلهم اعتدوا على الشيعة، أولهم فيصل الأول. أول اعتدائه على الشيعة قبل 70 سنة أنه بعد علماءهم، علماء الشيعة الذين الثورة 20 قامت على أكتافهم، فيصل الأول بعدهم كلهم. السيد أبو الحسن مرزا النائمي، السيد عبد الحسين الحجة، الشيخ مهدي الخالصي،
الجزائري، بعدهم قسما إلى إيران، قسما إلى الحجاز، قسما إلى الهند، إلى جزيرة تسمى حنجام. هذا أولهم وآخرهم صدام. فيصل الأول، فيصل الثاني، غازي الأول، عبد الكريم قاسم، عبد السلام عارف، عبد الرحمن عارف، أحمد حسن البكر، وصدام الآن. يعني 8 حكام في 70 سنة كلهم يحاربون الشيعة بمختلف الأسامي والسبل، وأنتم العراقيون كلكم ضحايا التشيع. لماذا ما بعدوا المسيحيين؟ لماذا ما بعدوا اليهود؟ لماذا ما بعدوا عباد الشيطان؟ بعدوا الشيعة. هدموا بلادهم، هدموا دورهم، غصبوا أموالهم، اعتدوا على نسائهم في السجون، عذبوا شبابهم وسجنوهم. وأغلبكم وأنتم عراقيون عندكم أقرباء إلى الآن في السجون، لأن سجون صدام الآن تحتوي على 500,000 شاب وشابة، رجال ونساء، كبار وصغار. هذا كله اعتداء على الشيعة. يجب علينا أن لا نكرر المأساة بقبول حاكم سني في العراق. إذا قالوا هذا السني إنسان طيب جزاه الله خيرا وهو إنسان طيب، لكن هل هذا معنى على أنه السني يأكل حق الشيعة؟ مو صحيح. أنا أخوي إنسان طيب متدين، لكن هل معنى ذلك أن يأكل حقي؟ أبدا، لكل إنسان حقه. يجب علينا أن لا نخدع. الحديث الشريف يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فإذا لدغنا نحن من هذا الجحر أيضا هالمرة، معنى لدغنا من جحر 9 مرات. هل هذا صحيح؟ ألسنتكم وأنتم كثير منكم كتاب، أقلامكم ولكم أقلام أنتم، القلم مهم جدا وجدا. جاء أحد رؤساء العشائر إلى معاوية، من الشيعة كان، معاوية أهانه وسبه، فأخذ يخرج الرجل وينشئ هذين البيتين: أيشتمني معاوية بن حرب وسيفي في يدي ومعي لساني. أنتم لسانكم معكم وسيفكم معكم، لأن العشائر العراقية أغلبها الشيعة وكلهم أصحاب بنادق وبندقيات. يعني أنه لهم ألسنة، لكم ألسنة، لكم أقلام، لكم سيوف، وإنما يجب أن تطالبوا بحقكم. وإذا طالبتم بحقكم لا يطاردوكم أيضا مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة عاشرة، وإنما تكونوا أعز في بلادكم. صدام طاردكم، لماذا طاردكم؟ لأنتم خونة، لأنكم حرامية، لأنكم سراق، لأنكم مغتصبون، لأنكم زنات، لأنكم قتلة. أبدا أبدا، طاردكم لأنكم شيعة لا أكثر ولا أقل. صدام يروح إن شاء الله تعالى، ويأتي من بعده حكم، ويسألونكم، لازم تقولون حاكم شيعي، وهذا ليس اعتداء على السنة، قلت، وإنما مطالبة حق. في مستقبل الحكم في العراق يجب أن يكون هناك تعددية، يعني أنه أحزاب حرة متعددة، حتى أن الحاكم لا يتمكن من أن يطغى وإنما أمامه حزب آخر. إني شخصيا قبل 40 سنة ذهبت إلى دار رئيس الوزراء في بغداد وطالبه ببعض الإصلاحات الحكومية. رأيت داره دارا متواضعا إلى أبعد حد، ولي قصة مع رئيس الوزراء في ذلك الوقت، لا أريد أن أطول عليكم. داره دار متواضع إلى أبعد حد، لعله 200 متر مثلا. الآن صدام باني
من قبيل ذلك الدار كم دار؟ مليار دولار داره الشخصي، يعني 140,000 مرة مثل ذلك الدار. هذا معنى الحزب الواحد. الحزب الواحد يفعل ما يشاء، يقتل من يشاء، يعمل ما يشاء ولا محاسب له. فاللازم أن يكون الحكم في العراق المستقبل شيعيا، يجب أن يكون متعددا تعدديا حزبيا، يجب أن يكون عشائريا، لأن العشائر لهم القدح المعلى في حكم العراق وفي استقلال العراق وفي عمران العراق. ويجب أن يكون الحكم أيضا مربوطا بالمرجعية الشيعية الموجودة في النجف أو في كربلاء. المرجعية الشيعية في النجف لعل لها أكثر من 200 مليون مقلد في العالم، كما رأينا نحن في زمان السيد الإصفهاني، في زمان السيد الحكيم، في أزمنة السابقة وأزمنة اللاحقة. وهؤلاء يأتي إنسان من تكريت، وتكريت قرية، وأنا رأيت تكريت بنفسي، كان أحد أصدقائي مبعد إلى هناك، رأيته قرية صغيرة وصغيرة. يأتي إنسان من هناك يحكم على 200 مليون شيعي في العالم، اللي مرجعهم في النجف أو في كربلاء أو في سامراء في يوم اللي كان في سامراء أو في كاظمية في يوم اللي كان في كاظمية. لأن المرجعية الشيعية في العراق تدور، أحيانا كانت في الحلة في أيام المحقق الحلي، أحيانا كانت في سامراء في أيام مرزا حسن الشيرازي، أيام كانت في كاظمية، أيام آل ياسين، أيام كانت في النجف، أيام كانت في كربلاء، أيام الوحيد البهبهاني أو مرزا محمد تقي الشيرازي. المرجعية الشيعية تدور في العراق، وأغلب الشيعة في العالم ونفوسهم 700 مليون، الشيعة في العالم نفوسهم 700 مليون، يقلدون هؤلاء على طول الخط. فهذا يجب أن لا يحكم على هؤلاء داخلا وخارجا إنسان سني، وإن كان ذاك السني إنسانا متدينا، إنسانا طيبا، إنسانا خلوقا، كله صحيح، لكن ليس من الصحيح أن يحكم الشيعة مثل هذا. وقلت لكم إن ألسنتكم مهم جدا وجدا، لسان كل إنسان مهم والألسنة مهمة. ذات مرة أكو شاب تلميذ للإمام الصادق اسمه هشام، لم تنبت لحيته، عمره 17 سنة، بحث علماء بغداد في زمان هارون الرشيد، مئات العلماء بحث معهم حول أن الإمام الصادق هو الإمام وهارون العباسي ليس إماما. وهارون يسمع من وراء الستار. بعد ذلك غلب عليهم جميعهم، يعني غلب على جميعهم، وهو شاب عمره 17 سنة ولحيته لم تنبت لأن معه الحق، غلب عليهم جميعا. ثم قام من المجلس وذهب، في قصة طويلة مذكورة في التاريخ. هارون العباسي ممن يسمى بهارون الرشيد ولم يكن رشيدا، هارون العباسي قاتل موسى بن جعفر، قال لوزيره البرمكي، اسمعوا هذه الكلمة، قال لسان هذا الشاب أحد علي من 100,000 سيف. شنو اللسان؟ عندكم لسان، عندكم قلم، تتمكنون من الكتابة، تتمكنون من الخطابة، حتى يكون الحكم في العراق شيعية. إذا صار انقلاب عسكري في العراق لنفرض بعد أسبوع أو بعد شهر أو أكثر أو أقل، اسألوا من رئيس، يقولون لكم فلان، اسألوا شيعي أو سني، إذا قالوا شيعي أيدوه، إذا قالوا سني قولوا من أيدنا نحن، أبدا، لازم يسلم الحكم إلى بيت الشيعي، ولا غصب، غصب لحقوق الأكثرية. لتقولوا على أن هذا الصدام يروح أي واحد إجي، هذا خطأ، مثل أن تقول هذا يروح أي واحد إجي حتى يغتصب حقي مرة ثانية ويشردني مرة ثانية ويهدم داري مرة ثانية، مو مرة ثانية، مرة 9 الآن. وهذا يأتي من ألسنتكم
ومن أقلامكم، وأقلا نكون كالأفغانيين وهم الأقلية في بلادهم، وأقلا نكون كاللبنانيين وهم كانوا الأقلية يوم طلب حقوقهم السيد عبد الحسين شرف الدين، أقل نكون مثل أولئك إن شاء الله تعالى. تهتمون لأن يكون الحكم في العراق شيعيا، برئيس جمهوريته، بوزرائه، بضباطه، بجيشه، بسفرائه، بتاريخه، بإعلامه، بجميع شؤونه، ونسأل الله أن يحقق ذلك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. نأتي إلى القرآن. احترام القرآن احترام أنفسنا، العمل بالقرآن سبب ارتفاعنا في الدنيا والآخرة. قراءة القرآن، مطالعة القرآن، تفسير القرآن، تجويد القرآن، تدريس القرآن، إهداء القرآن، الاحتفاء بالقرآن معناه رفعة أنفسنا. أكو في الأحاديث إن هناك حبل أحد جانبيه بيد الله والجانب الآخر بيد الناس وهو القرآن، فمن تمسك به رفعه الله، ومن لم يتمسك به لم يرفعه الله. إذا احترمنا القرآن احترمنا أنفسنا، احترمنا ديننا، مبدأنا، بلادنا، سيادتنا، سعادتنا. ويوم كان المسلمون يعملون بالقرآن الله رفعهم وصاروا سادة العالم. أما من يوم تركوا العمل بالقرآن كما نرى الآن في كثير من البلاد الإسلامية، الله تعالى تركهم وشأنهم. علي عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول: إن المسلمين يعرضون عن القرآن فيعرض الله عنهم، ثم يرجعون إلى القرآن فيرجع الله إليهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الراجعين إلى القرآن والعاملين به، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.